صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سئلت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله، قيل لها ما كانت أخلاق النبي، يعني إذا واحد يسأل عن خلق النبي كيف يصف أخلاقه، شي يعبر عنه، أو أنت تقدرين تعطيني صورة تبارك معه بالبيت أخلاقه ما هي؟ قالت هل تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالوا بلى. قالت لهم اقرأوا هاي السورة من أول آية إلى آخر الآيات العشرة، تلك صفاته، تلك أخلاقه، اللي من جملتها هاي الآيات الثلاثة اللي مرت علينا الآن إن شاء الله سنشرحها. هذا المعنى تكرر بأسلوب آخر، كانت إذا سئلت تقول كانت أخلاقه القرآن، أخلاق القرآن. والحقيقة أكو نقطة هنا لابد من التنبيه إليها، كل عملية بالقرآن الكريم سواء كانت عملية عبادية أو عملية اجتماعية أو عملية أخلاقية، يعني أي حكم من الأحكام، العملية الاجتماعية أو العبادية أو الاقتصادية، كل هالعنصر الأخلاقي المشرع يفرض بها. يعني القرآن الكريم يدمج العنصر الأخلاقي بكل نشاط يقوم به الإنسان، لأن النشاط إذا خلى من الأخلاق تحول إلى نشاط ما يعني ما يحقق هدف الحياة، كأنه الحياة لها هدف أن الإنسان يتعايش مع الإنسان الآخر على أساس من الأخلاق. والإنسان إنما عبر عنه إنسان حتى يأنس به الناس، يقربوا إليه، يتعاملون وياه. يعني أنا لما أتعامل ويا أفراد المجتمع أكون مطمئن على أموالي، مطمئن على كرامتي، مطمئن على عرضي، مطمئن على دمي، وهذا كله وليد الأخلاق. فالإنسان أي معاملة إذا ما توفر بها العنصر الخلقي صارت عارية، يعني ما حققت هدف الحياة. السهل معنى يتضح خلال البحث إن شاء الله. أولاً الآية تقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. ترى القرآن لما يأمر بشيء مرة يأمر بالصيغة المتعارفة، الصيغة المعروفة، مثلا صلي أو صوم مثلا، مرة لا يعبر الذين هم في صلاتهم، يعني هذا مو يحكي قصة أن المؤمنين يخشون في صلاتهم، لا، يأمر أمر، يعني من صلى منكم فليخشع فليكن خاشع. يعني الصلاة لما تجروها اجروها بخشوع، هذا أمر في صورة الخبر، يعبرون عنه علماء الأصول أمر في صورة الخبر. زين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو شنو؟ الخشوع صفة بالقلب تنعكس على الجوارح، صفة بالقلب يعني أن الإنسان يخشع، يعني لأنه يشعر بين يدي من يقف،
يشعر هو وين واقف. لماذا أنا جاي إلى الصلاة؟ ليش جاي إلى الصلاة؟ لمن جاي أصلي؟ هي هاي الآية ليش نزلت؟ نزلت المفسرين يقولون الصحابة كانوا إذا صلى وراء النبي صلى الله عليه وآله يتلفتون يمنى ويسرى، واحد يلتفت للآخر، أحيانا قد يسأله سؤال، واحد يسأل الآخر سؤال. ولذلك نزل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كانوا أحيانا يشيلون بأثناء الصلاة، ومن يركعون يحركون الحصى بأرجلهم، يلعبون بالحصى برجلهم. نبالي شوي زين، يعني مجتمع معروف، يعني مجتمع بسيط استوى نزل به القرآن، يعني هذا مو لما نزل به القرآن بالعجل تحول إلى ملائكة، لا مو الشكل، إلا زمن يتربى يتوجه. سنة الله بالعرض تحتاج زمن طويل للتربية، فذولا كانت عندهم الظواهر، لما كانت عندهم الظواهر نزل القرآن يأمرهم بالخشوع، قالوا أنتوا ما تدرون وين واقفين أنتوا، هسه الواحد من عندكم إذا وقف بين يدي متنفذ في الحياة قدام حاكم قدام سلطان قدام رجل كبير مثلا يعدل روحه ويعدل حركاته ويكون مهذب، التواقف بين يدي الله، لما تكون واقف بين يدي الله حاول أن تكون خاشع، يعني تشعر بجلال الله عز وجل بعظمته، تحصر همك بالعبادة اللي انت بيها وقاعد تتلفت يمين أو شمال أو تتكلم أو بالك مثلا بعيد عن الصلاة. ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها فعلا، يعني أرجوك أنا الآن إحنا ليش نلغي العقد إذا كان من هاجل أو عابد؟ إذا واحد مثلا يقول لك بعتك هو بهجل مو بإرادة، أو يقول لك اشتريت من عندك وجا يعبث يلعب، طبعا ما ينعقد العقد، العقد ينعقد مع الإرادة، إذا أكو إرادة ينعقد العقد، إذا ما أكو إرادة عبث أو لهو أو سخرية طبعا ما ينعقد. ليش؟ لو كان اللفظ وحده كافي كان ممكن يحقق الانتقال، انتقال المالية، لكنه مو اللفظ لازم إرادة وياه. كذلك أنا لما أصلي يعني مو بس أقرأ الحمد، ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها، يكون أنا جاي أشعر بهالكلمات، جاي أخاطب الباري أقول له إياك نعبد، يعني يكون هذا الشيء اللي أقوله وأنا معتقد به، أقوله وأنا مطن نفسي على أن أسوي، لابد هذا معنى الخشوع معنى العبادة. هذا لما قالوا النبي ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها قالوا له هلكنا إذن ورب الكعبة، الواحد من عندنا هو يوقف للصلاة وتجي الطلايب كلها من الأول والآخر، ينشغل باله يقوم يفكر بالشيء الفلاني بالشيء الفلاني. قالهم إن الله يجبر ذلك بالنوافل، الواحد من عندكم إذا تنفل، عسى إذا كان اليوم إحنا نعمة من الله أن يصلون الواجبات النوافل مات. المهم في الصلاة عشان يعبر عنها القرآن الكريم الذين هم في صلاتهم خاشعون، كأنه القرآن الكريم يقولهم أنتوا في صلاتكم اعتمدوا الخشوع، إذا ما أكو خشوع ما صارت صلاة. ولهذا يقولون من الحق العبادة الحق أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده أثناء الصلاة، ليلتفت يمنى أو يسرى، ينظر إلى مواضع السجود، المكان اللي راح يسجد عليه ويقبل يحصر همه قدر الإمكان يحصر همه بالصلاة. معروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقولون كان إذا وقف إلى الصلاة لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، يعني مثلا ثوبه رداء إذا يمر مثلا نسيم بيحركه، وإلا جسمك الخشب اليابسة. نعم، عندما يوقف يحصر كل همه، يقولوا له ابن رسول الله أنت بها الهيئة، يقول له تدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا وين واقف؟ يعني الواقع الإنسان إذا عرف عظمة الله عز وجل يعرف ما ينبغي أن يفعله. فالذين هم في صلاتهم أولا اشبي هذا الأمر اللي يعني اخشعوا بالصلاة، هذا بي شيئين،
بتوجيه الأمر إلى العبادة القلبية والجسدية. يعني أولا الجسد ينبغي أن يكون على ما يرام، ما يتحرك يمين وشمال، لأنه الاستقبال راح يفوت إذا تحرك يمين وشمال. إذا شوية التفت التفات فاحش عن اليمين أو عن الشمال بطلت صلاته، إلا في حدود نطاق الجهة ما يخالف شيء بسيط إتشي. لكن إذا التفت بكل جسمه أو بكل رأسه يعني ما حقق الاستقبال، استقبال القبلة. فالجسد أولا أكو أمر إلى بأن يكون ضمن نطاق العبادة، أي وحدة. والقلب أيضا مأمور بالخشوع بالخضوع، الشعور بأن واقف بين يدي الله، يخشع ويخضع حتى تكون العبادة على الشكل الذي رسمه الله عز وجل. زين هذا شو نسميه؟ يعني تعليم على الانضباط. يعني هذا الإنسان إذا تعلم على الانضباط يكون عنده سلوك حضاري، لأن دولة مثل ما قلت لك ما عارفين وين يكون، كانوا يكون بين يدي من؟ هذا يصلي، يجي أول ما يجي إلى الصلاة وبالأثناء صارت له شغلة وقام يحدد صاحبه أو مثلا أو يلعب الحصب رجليه، هالشيء من هالقبيل. هذا طبعا هذا يدل أولا على تعويدهم على السلوك الحضاري من ناحية. من ناحية ثانية يكشف لنا شنو؟ يكشف لنا هالسنة، هالقاعدة. شنو هي القاعدة؟ القاعدة أن احنا ما نقدر نسوي إنسان بيوم ملائكة، لا هذا ما يصير، هذا خلاف سنة الله في الأرض. يعني يحتاج زمن طويل لتربيته، لإعداده، إلى أن يتفهم هو وين، يتفهم هذا اللي حامل الرسالة منه، هو اللي راح يصلي له منه، لأن هذا عاش عمر طويل مع صنم لا يضر ولا ينفع، عاش عمر طويل في سلوك ببداوة بغلظة. لما صارت واقعة الحديبية، واقعة الحديبية اجا مسعود ابن عروة او عروة ابن مسعود الثقفي، العفو، جد علي الاكبر، جد المختار، وهذا استشهد في سبيل الله، الرجل جليل القدر. لكن تعرف غرابي بمجتمع بدوي على العادة قاعد جاي يفاوض النبي، ايش كانت طريقتهم بالمفاوضة؟ شنو؟ يقعد ركبه ونص على تعبيرنا، ويحط ركبته بصدر هذا اللي يتكلم وياه ويمسكه من لحيته، نبه لي، هاي طريقتهم. فاجى ليل مغيرة ضربه على يده، قال له نح يدك عن لحية رسول الله. شار راسه عرفه، قال له يا غدر، أنا إلى الآن أداري بغدراتك، أنت تضرب يدي. على العموم ذول عندهم يعني مو عن قصد سيء، لا لا، بأكو بداوة وغلظة بالسلوك طبيعي تلقائي، لأن المحيط اللي ربوا به هذا، يعني أنت الإنسان ما تقدر تمتلخ من محيطه، تبقى بصمات المحيط، بصمات البيئة واضحة على سلوك الفرد، هاي بلا كلام. زين، لذلك القرآن الكريم يريد ينقلهم إلى بيئة جديدة، إلى بيئة ناعمة تتناسب ويا نعومة الإسلام ويا طراوته ويا الشفافية والأخلاق التي جاء بها الإسلام. جاء بأخلاق غاية بالشفافية. ولذلك شنو واحد من الشعراء يقول: طيبة يا ذرى البساتين طيبا، يا طيبة يا ذرى البساتين طيبا، يا هديل المرجع الأغرودي، يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. أمة من الجلمود بالفعل حولها إلى ذاك، حولهم إلى شكل الواقع مشرف، يعني في فترات التربية الاعتيادية. فالذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني عودهم القرآن الكريم على أن يكونون بين يدي الله غاية بالآداب، وبين يدي رسول الله غاية بالآداب. إذا شافوا النبي دار عينه إلى شيء معين تراكضوا إلى قضاء خدمات رسول الله. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت: والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم عن اللغو معرضون، اللغو شنو هو؟ اللغو بثلاث آراء، نبه لي،
الرأي الأول أن كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنت شوية إذا ترجع لعمرك، الإنسان عمره اللي يقضي بهالدنيا إيش كثر؟ دبر إيش كم سنة اللي تمر عليه؟ هاي تقسمها هاي أيام عمره، أيام عمره عبارة عن وقت ممتد، فتفسحة وقتية، نص من عدها يروح بالنوم والشكل، نص منها يروح بمشاكل، بعد شنو يروح يبقى لك فترة بسيطة. هذه الفترة إلها قيمة، الوقت إلى قيمة. نبالي إذا كان إحنا الوقت ما إلى قيمة عندنا، لا، المشرع الإسلامي في تشريعه يعتبر الوقت طاقة يأخذ الإنسان مقابلها عوض. شلون؟ أش أضرب لك مثل، لو فرضنا أنا أستأجر لعامل، أجيب أفرض عامل كهرباء، أقول له تجي من الصبح إلى الظهر تشتغل تأخذ هالقد مبلغ، يجيب أغراض هذا الرجل ويجي يقعد ينتظر، يلقاني أنا شاد الباب ما مهيئ له، أنا قلت له من تجي كون تقعد ما تروح، أجي أقعد من الصبح إلى وقت انتهاء العمل ما لا فتحت له الباب ولا مكنت من العمل، هذا يجب علي أن أدفع له أجوره. ليش؟ لأن شغلت وقت، هذا الوقت المهيئ للعمل، أفرض ما عمل به، لكن هو الوقت إلى قيمة، نفس المدة إلى قيمة، أنا مسؤول شرعا أن أدفع له أجوره. فإذا الوقت يترجم بثمن، يعبر عنه بثمن. زين، هذا الوقت اللي الله عز وجل يجعل له ثمن من ناحية، ومن ناحية هذا الوقت إطاقة إذا ضيعها الإنسان أهدر فجزء من عمره، أهدأ جزء من عمره أهدره. في مثل هالحالة غبن على الإنسان، جدا غبن. فهذا لما يجيب لعمل ما بفائدة أو كلام ما بفائدة، بعض الناس تلقاه يقعد من الصبح يهدر، فلان هذاك، هذا راح، هذا إجا، هذا إجا، حكي لا إلى أول ولا إلى آخر، شو بلا فائدة. ويعمل عمل أيضا لا جدوى به، أكو واحد قد يعمل عمل بجدوى بفائدة، ولذلك إحنا عندنا اللهو محرم، اللهو محرم، اللهو ما بضرر، بس أنا لكن لما ألهو حرام. ليش ألهو حرام؟ لأنه ضيعت الوقت وضيعت عقليتي، مو بس الوقت، الإنسان عنده عقلية، هاي العقلية تقول له تعال هذا وقتك إلى ثمن أصرفه في المجدي. إذا ألغيت عقلي وظليت أعبد ألعب بالعبد، ها؟ هذا العبد اللي أنا أعبد به بطبيعة الحال محرم. فما لا فائدة فيه من فعل ومن قول، لا كلام بفائدة، ها؟ من أراد أن يتكلم فليقل خيرا أو ليشكت، يشكت أحسن له، وإذا لا ما عنده خير لا والله يبتعد عن الكلام. فإذا كل ما لا ما لا فائدة فيه من عمل أو من قول هو لغو. هذا اللغو القرآن الكريم يقول اعرض عنه، لا تضيع هالطاقة، هاي الطاقة لا تضيعها، هذا العمر الثمين اللي إذا مريت بهذه الدنيا هو إلك حد معين بها، حصتك املأها، املأها بما يعود عليك بالخير، املأها بما ينمي شخصيتك، املأها بما يكمل مثلا كمالاتك، إنجازاتك اللي عندك بالحياة، املأها بالمفيد، حتى إذا املأتها بالمفيد تكون حققت ما أراد الله. الكلام غير المجدي تركه، لأن من كثر كلامه كثر لغوه، ومن كثر لغوه كثر خطأه، ومن كثر خطأه دخل النار. هذا ما يصير، اللسان إذا مخليه مغربل يطيح في يوم من الأيام. شنو الداعي؟ شنو اللي ليش تعرض لها التجربة هاي إلى أن يطيح؟ ما من حاجة، هاي اللسان حاول أن تخليه يتكلم بالمفيد، أن تخليه يشعر بأن علي قيد. يقولون إذا أصبح الصباح الأعضاء يسألها اللسان، يقولها كيف أصبحتي؟
تقول له إن أراحنا الله من شرك فنحن بخير. هو الواقع إن عند الإنسان بضعة إذا صلحت صلح الإنسان القلب. لكن المعبر عن القلب شنو؟ هو القلب. أنت ما تقول هو ضمير، يعني أي فكرة عندك ما تقولها ضمن نطاق القلب لا عليها جزاء لا عليها ثواب ولا عقاب، ما تقولها ضمن نطاق القلب ما عليها شيء، لكن شو وقت عليها إذا اشتغل اللسان، إذا ترجمها تتخطر أتأك بعض الكلمات خلت بالدنيا مفاعل وطلعت، نعم دبت لها مفاعل، هذا المفاعل أحرق الدنيا وراح. تتصور هذا الله يتركه؟ أبدا. هاي الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن الكلمة لها أثر. وبالفعل احنا تشوف تلقى الأمم الآن هالصراع النزاع المشاكل منين هاي؟ معظمها جاية من التراث. التراث شنو قول ألقاه القائل وذهب؟ كثير من النظريات أو من الألفاظ قالها القائل وذهب وظلت لك من بعد تحرق بالدنيا مثل الحطب اليابس تشتعل بها النار. نعم. وخطر الكتاب خطر ضخم، خطر الكلمة خطر ضخم. لا تتصور السيف والمدفع والقذيفة يذهب أثرها، كلها يذهب أثرها، لكن الكلمة النابية ما يذهب أثرها، ظل باقية، ظل تحفر وين؟ بأذهان الناس. ومن هنا كان اللسان موضع عناية المشرع، أن الإنسان يجب أن يرعى هذه البضعة وما يخليها تحش بأعراض الناس وبكرامات الناس. إيه نعم. كلمة تغير، يعني تغير للواقع. يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من كلمة جلبت نقمة وسلبت نعمة. كلمة واحدة. هسه ليش تروح بعيد؟ الآن احنا نحكم على الإنسان مسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هو نحكم عليه أن كافر إذا أنكر الله بلسانه الكلمة، لأن الكلمة إلى خطرها إلها وزنها باعتبارها ترجمان عن الإرادة، معربة عن العقل، معربة عن الفكر. فالذين هم عن اللغو معرضون. خليك بعيد عن اللغو، خلي هاللسان هذا بمكانه، ماخذ طريقة، خلي أداة يعبر عن أغراضك وأهدافك وتقضي أشغالك وتبتعد بي عن اللغو. هذا رأيي. الرأي الثاني أن اللغو الغناء. نبه لي الشهادة، إما من تطبيق المفهوم الأول على هالمصداق، يعني أن من مصادق ما لا فائدة فيه الغناء، يولا أن هذا عنوان مستقل برأسه مثل ما يقولون الفقهاء. لا، هذا عنوان مستقل برأسه. ليش؟ لأنه غالبا الغناء ما يربي بالواقع في نفس الإنسان المعاني الشامية، الأخلاق الكريمة. غالبا تلقى ذولا، يعني هالألحان اللي يعبرون عن الفقهاء ألحان أهل الفسوق، قاعد يوصف لمرأة عارية، يعني مثلا أفرض شاعر يوقف عمر بن أبي ربيعة، مثلا عمر بن أبي ربيعة كان يتغزل بأعراض الناس ويجرد المرأة تجريد كافي، يجردها من ملابسها يخليها عارية بألفاظها، اللفظة العارية، الفكرة العارية، الكلمة العارية، وتربي في نفوس الناشئة أتعش الأخلاق، أتعش الأخلاق. نعم، خصوص إذا وياها صاحبتها اللوازم الأخرى، إذا صاحبتها اللوازم الأخرى. وجابوا لك فرد واحد من هذول يتمايل والشكل ويردد ويرجع وما يتبعه، ومع الأسف يعني شعوبنا، يعني الواقع أشاروح رايحين لأوروبا أغلبكم، أنتوا شوف وسائل الإعلام في أوروبا، شوف وسائل الإعلام، شوف التلفزيون مثلا، نادر تلقى مثلا غناء إلا ما ندر. إحنا عندنا تلقى مو هالأهلادات الخطرة، هذا التلفزيون
هذا أداة خطيرة يربي إنشاء أجيال. إحنا عندنا هذا خيمة ملكولية يعني الواقع ما تعرف شنو الموضوع. ليش؟ والحال هذا إلى تأثير على الناشئة. يا أخي التبنيل دول الناشئة اللي صايرين قشر بلا مضمون، قشر الله وكيلك ما بي مضمون. ده هذا غدي لي بالمعلومات، غدي بحضارته بتاريخه بدينه بتراثه، ربي عند القيم، ربي عند الأخلاق. خليك عامل من عوامل تقليل الجريمة، اشرح له بعض النظريات اللي تخدمه، مو مثلا كلام عريض طويل في أنه امرأة وصفها واحد بكذا أو قال بكذا. ألفاظ من هالألفاظ النابية اللي تشوفها تيجي دائما على ألسنة هؤلاء. ولذلك قال الفقهاء الغنى يرود الزنا، الغنى يرود الزنا. طبعا ولذلك سليمان بن عبد الملك لما طبع لي واحد من الشعراء قال لهم طرحوه جيبه حطوا الصوت حضروه، قال لهم انت اللي تقول ثبتنا بجانبي مصرعات وبت افض اغلاق الختام، مستحي عرض ما عندك الكلمات هذه ناولة بالشرط. على العموم يعني الواقع الواقع هذا هي صارت فد عملية جميلة. هذا كأنه كتب إلى المدينة، هو هذا كتب إلى الوالي مال للمدينة احصي المخنثين، يعني دول اللي قاعدين ما عندهم غير الحجاية احصيهم. هذا تصور أنه القضية بالعكس اخصي، ها فعلا لزمهم أمر بخصائهم وكانت عملية موفقة جيدة يعني الواقع. يا ريت تحصل عندنا عملية نخلص من هالسيل الذي لا حدود له على أي حال. فالغنى إنما الواقع قد يقول لي واحد أن الإسلام شنو يريد يرجع يعني بالدنيا يحولها إلى مأساة كارثة؟ لا لا مو الشكل يا أخي. ولذلك أنت الآن لما تقرأ افرض قصيدة بها معاني شامية جليلة لا تصاحبها مثلا أشياء ممنوعة يرددها يقرأها، يا باش واحد يتعلم معاني أخلاق سامية أفكار عالية. لكن أنت لما تجي رأسا ما عندك إلا الجنس وإلا الانصباب على الرذيلة وإلا توصيف الفجور وتوصيف حفلات الشرب وإلى آخره، يعني ده اللي تركن أثر على تاريخنا وعلى حاضرنا. ومن هنا وقف فقهاء المسلمين على تحريم الغناء. طبعا لهم تقسيم به ما يتسع للمجال الآن، يقسموا أقسام، قسم من عنده اللي يخلي الإنسان يتحرك يميل بدون إرادة يصفق، هذا طبعا هذا هو قمة الحرام. أما أكو نوع من عنده مثلا قد يردد البعض من المذاهب الإسلامية في أن هل هو من الغناء المحرم أو مو، على كل يريد بحث مستقل إن شاء الله. بس الغرض أن اللغو هنا بعض المفسرين يحمل على الغناء الذين هم عن اللغو معرضون، يعني يقول لك أنا بدل أن أقضي هالوقت هذا الثمين بالاستماع إلى هالشفاشف أو إلى ما يفسد خلقي وذوقي، أنا أجي أستمع إلى ما يربي عندي الفاضل الأدب الفكر. أي اثنين ثلاثة، أن المقصود باللغو لا الغناء ولا ما لا فائدة فيه من لفظ أو فعل، لا، وإنما المقصود باللغو الشتم. هاي شنو؟ هاي كأنه أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا مبدئيا النبي يعني تدرج بالدعوة إلى أن أصبح إلى مكانه، صاروا عنده أصحابه، صاروا عنده شيخ، صار عنده. والأمة اللي ما عندها شيخ ما تقدر تبني مجد أبدا. أنا أقول لك لو يضل أمة من الصبح لليل تحكي تقرأ خطب وتنشد قصائد أو تقوم مثلا بفعاليات من النوع أدبية أو فكرية، أي ما تعمل شيء. المجتمع شيرين يريد شيء نبه لي إلى جانب ذاك، يعني ما أريد أقول أن الدور الإعلامي ما إلى قيمة، لا، دور الكلمة إلها دورة
لكن الدور الأشاشي لمن؟ الدور الأشاشي للشيب، لأن أنت ما تقدر ترد الوحش بالكلمة الطيبة، الوحش ترده بالسلاح، الوحش لا سبيل إلى إرجاعه إلا بالسلاح. جن فالنبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث في واقع الأمر قريش ما يمه، يعني ما كانت تتصور أن يشكل خطر عليها، لكن لما حشوا صار عنده دولة، انتقل إلى المدينة، أسس المجتمع المدني، أصبح يراشي للملوك والملوك يراشلوا، أصبحت أكو دولة للمسلمين، أصبح المسلمون يمارسون شعائرهم علانية. هالأشياء هذه هزتها القريش، هذا صار يعني شيء مذكور، ودولة ما يقدرون يقابلوا، قابلوا بالسلاح فشلوا، أكثر من غزوة قابلوا بالسلاح فشلوا، انقتلوا وتقهقروا وهربوا وما حصلوا شيء، فشوا قاموا يقعدون يشتمون النبي متى يموت ونستريح من، ويشتموا محمد كذا شاحر كذاب. إلى واكو جماعة من عندهم وصلت بهم الخشة، يجون إلى ذن النساء السواقط في قريش يستأجروهن يخضبن أكفهن بالحنة وبيديهن دفوف ويطلعن يشتمن رسول الله، نعم يضربن الدفوف ويشتمن النبي ويشتمن المسلمين. يقول حسان بن ثابت يقول للواحد منهم شتمت محمدا فذببت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. اللهم صل على محمد فذول قاموا يشتمون، من قاموا يشتمون صاروا بعض الصحابة يردون يجاروهم بنفس الأسلوب، يعني شلون ذولا قاموا يشتمون صاروا يجاروهم بالشتم. سمو أكو نوع من الشتم، أكو تقييم، شوي تنبه لي هاي نقطة خلي نفرق بينها، أكو تقييم. مثلا عبد الله ابن رواحة أو حسان ابن ثابت شعراء المسلمين لما كانوا يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن النبي أكو عملية تقييم، يعني يمدحوه بما هو أهل ويذكرون أعداء بما هم أهل، لكن هيك منك أو من أبوك مثلا لا ماكو من هذا الشيء، هذا مو أسلوب مال أوادم، هذا مو أسلوب مال رجال. هذول أرادوا يقابلون منه، يقابلون المشركين بشتمهم يعني بهاللون المبتدل، كذا منه كذا من عرضه، الإسلام نهاهم عن هذا، قال لهم هاي أولا الشتم لا يوصل إلى حق، أنت إذا تقعد تشتم من الصبح لليل ما تنتهي إلى نتيجة. مو يقول واحد من الشعراء يقول ولقد شتمنا الرز حتى أدخمت آذانه والرز باق مجمع، لكن تصد له فإن أخضعته تحيا وإن رمت الحياة الممات أو وإن شئت الحياة ستخضع أو شئت السكوت ستخضع. النتيجة أن الإنسان بالشتم ما يوصل إلى نتيجة، الشتم هذه ما الواحد يريد يرفه عن نفسه يريد يطلع من صدره، وما بيجدوى، بالعكس ضرره أكثر من نفعة. هنا أكو نقطة عندنا شوي نبه لي، أكو كثير إحنا دائما تلقى ماكو فترة إلا وتطلع بد وسيلة إعلام أو وسيلة نشر وترمي الشيعة بأنهم يشتمون الصحابة. نبه لي شوي، أنا سبق أن أشرت لهذا المعنى في أكثر من مكان، الحقيقة إحنا ما شتمنا، أنا أكلف اللي عنده شوية إلمام بالتاريخ خلي يشوف من عصر الخلفاء إلى نهاية عهدهم وبداية عهد معاوية، أنا أتحدى أن يلقى لي واحد من الشيعة شتم واحد من الصحابة، أنا أعني ما أقول، زين بوسعك أن تقرأها وتشوف. لكن من إجا معاوية وإجوا الأمويين شتموا الإمام علي على المنابر 80 سنة، زين شتم ذريع،
يعني بحيث كان الخطيب إذا صعد على المنبر أول ما يبدأ بيش يفتتحها بشتمه أبي تراب أشتمه جن. وبهالطريقة الواقع خدموه للإمام علي، خدموه خدمة عالية لا حدود لها، لأنه الشتم اللي شتموه به كأنما أخذوا بضبعه فرفعوه إلى السماء. النتيجة فهذا اللي هنا صارت ردود فعل عند بعض الجهال. وإلا أكد لك أكو عندنا نوعين من الكتب، نبه لي لهالنقطة. أكو نوعين عندنا من الكتب بالتراث، عندنا كتب الأحكام وعندنا كتب التراث، يعني تاريخ، أدب، أقسام الفكر الأخرى. كتب الأحكام هذه هي اللي تقول لك يجب عليك أو تقول لك يحرم عليك مثلا. هاي كتب الأحكام، هاي كتب الأحكام بين يديك. إحنا ما عندنا في كتب الأحكام واحد من مصادرنا أو مراجعنا يأمرنا بأن نشتم، تمام؟ إحنا مأمورين بالتبرؤ من أعداء آل محمد، وأعتقد ماكو مسلم ما يتبرأ من أعداء آل محمد، ماكو مسلم، لأن أعداء النبي أعداء آل النبي لأن القرآن الكريم أمرنا بموالاتهم. القرآن جعل أجر الرسالة موالاة ومودة ذوي القربى. أنا إذا عاندت القرآن صرت يعني أنكر الضرورية، ولذلك إحنا نحكم بنجاشة الناصبي. ما أكو مسلم يشعه أن لا يتبرأ من أعداء محمد، لكن منه أنا ما أتدخل. بالإجمال أقول أعداء آل محمد أنا ملزم بأن أبرأ منهم، أقيم الآخرين، أعتز بأئمتي، أفضلهم، بلا شك هذا موجود في حضارتنا لا سبيل إلى نكرانه، لكن نشتم لا. نبه لي شوي زين، واحد يريد يهرج يقول بالوقت. إذا رجعنا إلى كتب غير الأحكام، يعني كتب التراث الأخرى، الأخبار، الروايات، هاي مو بس عندنا، صحيح بيها شتم، لكن مو بس عندنا، غيرنا هم عنده شتم. أنا سبق أنا ضربت قبل كم ليلة أمثلة، ارجعت الآن أكو ناس يتقربون إلى الله يومية بشتم علي بن أبي طالب 1000 مرة. نبه. عثمان بن حريش من شيوخ البخاري هذا يتقرب إلى الله في كل يوم بشتم علي بن أبي طالب. تنبه لي فلان ما أحب شوي أطيق قائمة، قوائم مستعد أطيق، اللي يحب أطيق قوائم زين، لكن مو معنى ذلك إحنا نرمي المسلمين نقول متو الشتمون لما علي، معاذ الله ما نقول هذا. إحنا نقول صحيح هاي الكتب اللي مو كتب أحكام أكو بها خرابيط من النوع موجودة، لكن مو على مستوى حكم. فضل هاي سير أئمتنا، هذه أخلاق أئمتنا بعيدة عن الشتم. طيب، الذين هم عن اللغو معرضون، هذا الآية الثانية بعد، والذين هم للزكاة فاعلون. نبه لعيوني، احنا عندنا الزكاة 3 أقسام. عندنا أولا زكاة البدن، زكاة البدن هي الفطرة، هل يطيها الإنسان في شهر رمضان، نهاية شهر رمضان قبيل العيد، عرفت أول جزء من ليلة العيد، معروفة تفاصيلها وأعتقد في وقتها تنقرأ. هذه زكاة نسموها زكاة الأبدان، هذه الله عز وجل يجعلها تقريبا إنعاش لهذول اليتامى الفقراء، اللي إذا إجى العيد قد يكون ما عنده شيء، وأنت تشوف طفلك لابس ملابس جديدة ويأكل طعام جيد وقدامه أشياء، وهذا طفل جارك مثلا ثوبا مزق وجائع وقد يكون ما يجد عنده من نقل العيد أو من الأشياء اللي يستعملوها الأطفال في العيد، فهنا إجت الفطرة للتخفيف زين. هاي نسميها زكاة الأبدان. عندنا زكاة الأموال، زكاة الأموال طبعا معروفة، زكاة على تفصيلها 2.5% من بعد حصول النصاب. هاي الزكاة لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات، الصحابة ارتعبوا، ارتعدوا، انهزوا، انخفوا،
اجى بعضهم الى بعض يقول له احنا ما نقدر نترك لابنائنا شيء من اماننا خلافنا، دول ابنائنا وين راح يروحون؟ هاي الايه خوفتنا، بشرهم بعذاب اليم، احنا نضم انما ندخر، يعني جاي ندخر قوه شرائيه لابنائنا على تعبيرنا اليوم، فقوه شرائيه ندخرها لابنائنا، بكره اذا عوزتهم القوه الشرائيه رجعون الى المال هذا المجمد عندهم يطلعون بقوه، فهذا ممنوع علينا. أجلهم عمر بن الخطاب قال لهم على رسلكم، أنا أروح أسأل النبي لا ترتعبون. إجا دخل على رسول الله قال له يا رسول الله إن قومك خافوا من هذه الآية. جماعة أصحابك كلهم خافوا مرتعدين مرتعبين أن الواحد من عندهم ما يقدر يترك للشم دينار ذخيرة إلى أبنائه. قال النبي ما هكذا ما هكذا، إن الله عز وجل إنما فرض الزكاة تطهيرا لأموالكم وفرض الميراث فيما تتركونه من أموال. اللي تتركوه قال لو ما لو الله ما يريد أن تتركون أموال من بعدكم شليش سوى فرائض، شليش سوى مواريث، ليش سوى أحكام للميراث، أحكام الميراث غير أكو فلوس حتى إلى أحكام ها؟ فقال له مو بهالشكل، أنت إذا أخرجت الزكاة خلاص طلع، يعني إذا أخرجت ما عليك من الزكاة ما عليك أي إشكال. ولذلك قال كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز، نعم، وإن وضع في تحت باطن الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض. تفتت؟ هسا عندنا هنا نقطة شوية تنبه إلى زين. قد يقول لي واحد هاي النظرية الخمس منينكم، منين جايبيها أنتم؟ شو ما كانت أيام النبي، شلون هاي شو إجت بعدين سمعناها؟ هاي خل ألفت نظرك، أكو نقطتين. النقطة الأولى الحكم من الأول موجود، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. زين، هاي الغنيمة المذاهب الإسلامية تخصها بالغنيمة بالحر، بينما الغنيمة لغة ما يحصل عليه الإنسان أعم من أن يكون في حرب أو غير حرب. زين، فالأصل أن التشريع موجود، لكن تطبيق ليش ما صار؟ ما صار التطبيق في أيام النبي، ما عندهم شيء، جوعانين، هم جوعانين ما عندهم شيء. من اللي كانت عنده أموال؟ نعم، من الغنائم أخذ النبي الشيء اللي غنمه أخذ من عندهم، كل الصحابة اللي غنمه أخذ منهم الخمس. اللي ما عنده إلا أفراد طبق على مستوى قليل، هاي من ناحية. من ناحية ثانية ترى الخمس أيضا بمعنى الزكاة، هو لأن الزكاة بمعناها اللغوي التطهير، فالخمس هاي الزكاة أعم من هاي الشعيرة ومن الخمس 20%. جملة من الفقهاء يميلون يقولون أن معنى الخمس الزكاة، يعني أن الزكاة هي عبارة عما يطهر أموالكم، سواء عندكم أموال زكوية أو أموال غير زكوية. الأموال الزكوية معروفة، حنطة، شعير، تمر، زبيب، أنعام ثلاثة، نقدين، ذهب وفضة. الأموال غير الزكوية واحد ما عنده من هذني، ما عنده غير نقود مثلا ذهب وفضة، أو عنده عروض، هاي العروض اللي عليها خمس، يعني افرض ارباح مكاسب او الى اخره اللي معروفه. فاذا لفظ الزكاه يشمل هذا. فش تقول الايه؟ الذين هم للزكاه فاعلون، يعني ما يتوانى عن اداء هذا الحق، لان من منع من الزكاه قيراطا خير يوم القيامه ان يحشر يهوديا او نصرانيا. زين، هاي اثنين، الذين هم للزكاة فاعلون، هاي زكاة الأموال. بعدين شنو عندنا؟ عندنا زكاة الجاه. زكاة الجاه شنو؟ قضاء حاجة المؤمن، يعني واحد أفرض ما عنده طريق يوصل، واحد الله عز وجل مطي جاه ومطي مكانه ويقدر يوصل، لما يجي لي هنا هذا الجاه عليه زكاة. شنو هي الزكاة؟ أن يقوم بقضاء حاجته، أن يقوم، نعم،
بقضاء حاجة أخيه المؤمن، لأن هذا العبد الواقع، العبد في ظل الله ما دام في قضاء حاجة أخيه، ما طول بقضاء حاجة، هو في ظل الله في رعاية الله، لأنه قضاء حاجة المؤمن أفضل عند الله من الطواف المستحب ومن العبادة المستحبة، لأن هذا ملهوف، هذا ملهوف، وإذا كان ملهوف وما عند أحد، أنت ما تتصور ردت لهفة المؤمن إيش قد لها قيمة عند الله عز وجل. هذا إذا كان، خصوصا إذا كان ممن لا يقوى على الوصول إلى حقه. هاي أكو جاه عليه زكاة، شنو زكاة الجاه؟ زكاة الجاه أن تقضي حاجة المؤمن، هاي زكاة. بعد أكو زكاة العلم، زكاة العلم نشر العلم، ولذلك تلاحظ ترى مراكزنا العلمية ما تأخذ على التعليم ثمن أبدا، يعني إلى الآن الحمد لله مساجد المسلمين في أي مكان يجي طالب العلم يقعد يفترش الأرض يناقش أستاذه يفهم المسألة يدرس ويطلع، ما يكلفوه بإعطاء ثمن أبدا، ما يأخذون منه شيء. لعبت مساجدنا دور مهم في نشر العلم، في نشر العلوم الإسلامية، في نشر الفكر الإسلامي، وما نأخذ عليها ثمن، لأن على العلم زكاة. شنو هي الزكاة؟ أن تعليم الجاهل، تعليم الجاهل العالم، الحكم الشرعي عليه شنو هو؟ عليه أن يبين الحكم الشرعي. ليش؟ هاي تعتبر، هاي تعتبر زكاة ماذا؟ زكاة العلم. بعد عندنا زكاة المروءة. زكاة المروءة شنو؟ زكاة المروءة يمثلها خير من يتمثلها، تمثلها أبيات حاتم ابن عبد الله الطائي، هذا الرجل شو يقول؟ يقولها لزوجته: أماوي، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحشر. أماوي، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا الواقع عليه زكاة المروءة. زكاة المروءة أن تطعم مما أطعمك الله عز وجل. ولذلك يعتبون، الله يرحم الشريف عون يعتب عتب على المسلمين لا حدود له، يقول بلغة كانت خلاها رسول الله إلى عزيزته. رسول الله ما عنده إلا هالبضعة، هاي فاطمة الزهراء، هذه البضعة ترك عندها بلغة، هذه البلغة عبارة عن فدك، كانت تأخذ منها كما هي تعبر عنها، تعب بلغة ابني، هي البلغة تعبر عنها بلغة أطفالي، يعني تأخذ منها تنفقه على أطفالها. هذه ظنت عليها نفوس المسلمين على تعبير الإمام علي: بلى كانت في أيدينا فدك من جميع ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وشخت عنها نفوس قوم من آخرين، ونعم الحكم الله. هذه النتيجة هالبلغة تؤخذ منها، ولما أخذت منها رجعت تعثر بأذيال الخيبة والفشل. رحم الله الشريف يقول: بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشا، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها. يقول: ولكان الجميل أن يقطعها فدكا، للجميل أن يقطعها، يعني كان شرع التكرم يقتضي أن لا ترجع الزهراء تعثر بأذيال الخيبة والفشل، ترجع مهضومة تأخذ منها بلغة أطفالها. كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها
مو احنا نقول الف عين لاجل عين تكرم، هاي عجيزه رسول الله، هاي اللي بالامس كان رسول الله ما يعبر الى المحراب الا ويوقف على باب البيت يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تخرج الى فاطمه ياخذها يقبلها في جبينها يقول باب فاطمه بابي وحجابها حجابي. يا رسول الله ما اعرف انا اترك شو اوصف لك، يعني اترك هذا اترك المهمه للشعراء اللي وصفوها عندما خرجت وراء امير المؤمنين وضربها قنفذ وكرت راجعه الى البيت وهي مختنقه بعبرتها. سطرت إلى القاع عذبني من الناس ما واحد حشمني. عادت وين؟ إلى القبر مباشرة، جلست على القبر تبحث بيديها بتراب القبر تبل تراب القبر بدموع عينيها. صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصير ليالي كل المغيب بين أطباق الثرى. لو كنت تسمع صرختي وبكايا كانت ايامي وياك حلوة وجاب بالقلبي تجوايا يا ابويا روح النبوة. عابت الى الدار، بنى لها امير المؤمنين بيتا سماه بيت الاحزان، كانت تطلع تاخذ بيد الحسنين تندب اباها الى ان يجن عليها الليل. اقول له سيدي بيت واحد للاحزان هذا هو اللي اقلقك؟ مو اللي يقول عنه صاحب الامر اتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري. اقول له بيت واحد أقض مضجعك، إذا ليتك ترى المدينة يوم رجعت إليها عماتك وأخواتك كيف عادت بأجمعها بيوتا للأحزان. يا دار أم جنتي زين شموح شمسي تزان الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين سلام. شوية بقى نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا
ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا همّا إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. المؤسس تغمده اللهم برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.